هلو يا بنات، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم كويسين. لو تفتكروا من فترة كده كبيرة عملت انبوكسنج لبرودكتس من شركة اسمها دكتور اي كي كوزماتيكس، وكانوا بعتلي بودي برودكتس وكانوا بعتلي هير برودكتس. فقلت بدل ما اعمل ريفيو يعني اعمل لكم فيديو، بس الفيديو ده هيكون للبودي برودكتس بس عشان يعني ابسط لكم الدنيا. المهم البادي برودكت كانت الصابونه دي، صابونه سكراب في نفس الوقت، يعني صابونه وسكراب. وفي كريم تفتيح ده للوش عادي، وفي كمان حمايه من الشمس، وكان في بقى يعني السيرم ده بتاع الجسم. يعني هوريه لكم بقى قدام. انا بستخدم طبعا منتجات من ساعه ما اخدتهم، بالذات الصابونة اللي انا عايزة ابتدي بيها، كان نفسي طبعا تبقى معايا بس انا خلصتها خلاص. لما قريت كلمة صابونة سكراب قلت يعني هتبقى ضعيفة، يعني مش هتبقى قوية قوي. عايزة اقول لكم الصابونة عبارة عن بار وكله حبيبات سكراب، لما تيجي تمشيها على جسمك كده بتنظف جدا وبتعمل سكراب في نفس الوقت. عايزة اقول لكم على الانجريدينتس اللي فيها. هي اسمها جوجوبا سكراب سوب for face and body، بس انا بستخدمها لجسمي بس في الشاور، لان انا يعني دايما في الشاور بحب الحاجة السريعة اللي هتنجز، اللي في نفس الوقت هتقشر اي جلد ميت وتنظف. الصابونة دي فاقت توقعاتي، انا مش عارفة ازاي هعيش حياتي من غيرها. انا بحب كده، يعني انا ما بقاش ليا خلق على الشاور الطويل، فدي بتديني النظافة وبتديني الايفكت اللي انا عايزاه. تجنن يا جماعة، انا مرة اصلا جربتها يعني كحمام مغربي، اللي هي عملتها معاملة الصابون المغربي، نزلت مية دافية على جسمي وبعد كده مشيت بيها على جسمي كله، وبعد كده شطفت بمية سخنة وجبت الليفة المغربي من غير ما يكون جسمي عليه اي صابون، وقعدت افرك جلدي، لقيت جلدي بيقع زيه زي الصابون المغربي. يعني بصوا، لو قعدت اكلمكم من هنا لبكرة مش هيكفي قد ايه بجد. انا الصابونه دي عجبتني جدا، يعني تحفه تحفه بجد، انصحكم بيها. ودي لازم تكون عندي، يعني دي ما ينفعش يبقى الشاور كده من غيرها. سريعه جدا وجميله وبتخلي الجسم ناعم ونظيف، حاجه كده في منتهى الجمال. تاني حاجه بقى الجولدن سيروم بتاعهم، ده سيروم طبعا للجسم، هو فيه فيتامين ايه واي وسي وزيت ارجان وفيه برفيوم. اولا ريحته فظيعه، ريحته راقيه جدا وجميله وثابته. وعايزه اوريكم هو بقى شكله عامل ازاي. يعني انا كده حطيت بامب واحده، في جزيئات كده جليتر بتدي شمر حلوه للجسم من غير ما يبان ان انت حاطه كتل جليتر. عارفين انتوا انا قصدي ايه؟ يعني زي كده البادي سبلاش بتبقى موجوده، بيبقى ساعات الجليتر ده متقيل، لا دي كده بتدي لمعه وبتدي شمر وبترطب الجسم جدا جدا جدا، وبجد ريحتها تحفه تحفه تحفه. يعني مش عارفه اقول لكم اصلا انا حبيتها قد ايه. يعني انا خلصته اصلا بس زودته زيت ارجان من كتر ما انا يعني عجباني ريحته، يجنن. يعني ده يعني الاثنين دول اساسي عند اي بنت، بالذات لو انتي عروسه هتشوفي النظافه والتعطير والترطيب، يعني حاجه في منتهى الجمال. اخر حاجه بقى من البادي برودكت هو اللي هو الكريم بتاع جازمين سكين لايتنينج كريم، وده كريم تفتيح. عايزه اقول لكم الانجريدينتس اللي فيه، في فيتامين اي وفيتامين اي وفيتامين سي وفيتامين بي 3 وفي خلاصه العرق سوس وزيت الياسمين وزيت الورد. لو انت بشرتك جافه ممكن تستخدميه عادي على وشك، لو انت بشرتك مختلطه ممكن تستخدميه عادي على وشك. انا استخدمته حوالين منطقه البق، وانا زي ما انتوا عارفين بشرتي دهنية، يعني كان في كام يوم كده كان المنطقة اللي حوالين بقي جافة جدا، ويعني كانت متدمرة من الآخر. فمرة مسكت الكريم ده وحطيت منه حوالين بقي، في يومين هداه جدا جدا جدا، وكمان ما سببليش أي غمقان حوالين البق. الكريم ده حلو جدا، ينفع للبشرة عادي وينفع للمناطق الحساسة، وكمان لو انت هتحطيه على وشك في حماية من الشمس، وده طبعا هي أساسية في البيت. يعني حماية من الشمس أساسية في البيت، لأنك بتطبخي بتتعرضي للحرارة، لو بتمسكي الموبايل لو بتمسكي اللابتوب، كل دي أشعاعات بتساعد ان الوش كده يتأكسد وان الوش يغمق. فحلو جدا، عايزة برضو أوريكم القوام بتاعه.
انا طبعا يعني ايه استخدمته كتير. ف بصوا ده قوامه، هو سهل الامتصاص جدا، يعني انا حطيت طبعا كتير. بصوا سهل الامتصاص جدا جدا، ومش بيسيب اي اثر ابيض على البشرة، وجميل يعني جميل، حتى ريحته مش ريحة ان هو مثلا كريم كده تجميلي، لا هو كريم طبي. وطبعا كل منتجاتهم مترخصة من وزارة الصحة يعني، وحاجة بجد في منتهى الجمال. انا عجبوني جدا جدا، عشان كده حبيت ان انا اعمل لكم فيديو اوريكم فيه المنتجات، وفي نفس الوقت بستخدم منتجات الشعر. هعمل لكم فيديو تاني ان شاء الله قريب، لان الشركة دي بصراحة فوق التوقعات يعني. لو ما كانتش عجبتني قوي كده ما كنتش عملت فيديو طبعا. فبجد حلوين جدا يعني، التلاتة دول حلوين قوي. ده كمان حلو برضو المناطق الحساسة والحتت اللي هي زي الاندر ارم، بيهدي جدا بالذات بعد لو عاملة شيفينج او لو حاجة زي كده، هيفرق معاكي جدا. وطبعا الصابونة انا مش هتكلم عليها تاني، لان انا خلصت فيها خلاص كل الكلام. والسكين سيرم ده رائع يعني رائع، وفعلا انصحكم يعني بالبرودكتس دي لانها تحفة. ولو حد عنده اي اسئلة او اي حاجة سيبولي في الكومنت سكشن وانا هرد عليكم. واشوفكم الفيديو الجاي على خير ان شاء الله. باي باي.